وللوقوف أكثر عند التطورات الميدانية في درعا واتفاقات التسوية، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار. سيد باسل، مرحبا بكم. نبدأ من التطورات الميدانية، هل يمكن أن نطلق على معركة درعا قد انتهت تماما سيد باسل؟ أهلا وسهلا بكم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة يعني لا شك أنه معركة درعا أو التطورات الأخيرة في درعا بدأت تشهد منحاً آخر بعد الاتفاق أو شبه الاتفاق الأخير الذي يقضي بإيقاف القتال وتسليم جزء من السلاح وكل سلطة الروسية وما إلى ذلك. فيمكن نقول قول مبدئياً نعم أنه المعركة قد تقف لبعض أيام، لكن في التجارب السابقة مثل هذا النوع من الاتفاقات التي جرت في بعض المناطق الأخرى لم تلبث المعارك أن اشتعلت من جديد من قبل الطرف الروسي أو طرف النظام الذي يعني يستثمر الهدنة عادة بإعادة تموضع ثم الهجوم من جديد على الثوار والمقاومين. نعم سيد باسل، نتطرق إلى موضوع التسويات والاتفاقات، سميها ما شئت. في الآونة الأخيرة النظام يسيطر على العديد من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة، هل لم يبقى أمام المعارضة سوى الجلوس على طاولة المفاوضات مع النظام السوري برعاية روسية؟ يعني هو لا شك أنه التسويات والاتفاقات خصوصا الأخيرة منها يعني لا ترقى بشكل أو بآخر في ظروفها وتشكيلتها والأطراف الضامنة لها والأطراف التي تمارسها لا ترقى إلى مستوى أهداف الثورة ولا إلى تطلعات الثوار، لكن أيضا لا يمكن للشعب السوري أن يخوض هذا النوع من المعركة مفتوحة، المعركة المفتوحة وحده بدون أي دعم دولي وبدون أي غطاء وبدون أي تدخل خارجي أو داخلي. وبالتالي نعم الثوار مجبرون على خوض هذه المفاوضات بشكل أو بآخر وتحصيل ما يمكن تحصيله من المكاسب منها. أيضا هناك قضية متعلقة بالكم الهائل أو الكم الكبير من المدنيين المتجبرين في هذه المنطقة أو تلك وفي حالة درعا أيضا نفس الشيء، وبالتالي فإن هناك مسؤولية تقع على كاهل الثوار هي محاولة حماية هذه الدماء من الإراقة وعدم الإجرار إلى حالة من المذابح وسيل كبير من الدماء كما شهدنا في مناطق مختلفة سابقة مثل حلب. سيد باسل، لو تحدثنا في مبدأ الربح والخسارة، يعني ماذا كسبت المعارضة من اتفاق التسوية بينها وبين النظام في درعا بشكل خاص؟ يعني هو اتفاق التسوية بين المعارضة والنظام في أو مع الروس في درعا هو عنوانه بالنسبة للثوار هو حقن دماء المدنيين والكم الكبير من النساء والأطفال المتواجدين في المنطقة. أما مكاسب أخرى على الصعيد مقابل ماذا سيد باسل؟ مقابل ماذا؟ الحفاظ على أرواح النساء والأطفال، ولكن مقابلها ماذا؟ في مقابل السماح للشرطة الروسية بالتواجد في المنطقة والدخول إلى أراضي الثوار. نعم. الثوار الروس وضعوا الثوار أمام يعني ليس أمام مفاوضات حقيقية وإنما أمام خيارين، خيار إما الدخول بمواجهة مفتوحة مع قوة الروسية والتعرض للقتل والدمار موسع وليست حربا على النقاط العسكرية أو على الثوار تحديدا وإنما على المنطقة ككل والأهالي بشكل عام، وبالتالي سيشهد الوضع سقوط كم هائل من المدنيين وكم هائل من وتشرد كم هائل أيضا آخر، أو القبول بشروط معينة. حاولت الثوار الصمود قدر الإمكان لتحسين الشروط وتحسين ظروف التفاوض بقدر ما يمكن، ثم يعني وصلوا إلى الاتفاق الأخير الذي توصلوا إليه. سيد باسل، نتحدث عن الضمانات، هل هناك ضامن لعدم خرق النظام لهذا الاتفاق؟ لا سيما أنتم تعرفون أن النظام قد خرق اتفاق وقف التصعيد مرارا وتكرارا. لا طبعا لا يوجد ضامن في وهناك يعني برغم انه في ضامن رسمي بمعنى انه في اشاره للضامنين هو بالحاله الاتفاق درعا الضامن هو الروس نفسهم، لكن هو من كل التجارب الماضيه كان واضح جدا ان النظام والروس ايضا ليسوا معنيين فعلا بفكره الضامن وليسوا ملتزمين بما يعني ينص عليه الاتفاق مع الضامن. وبالتالي كما ذكرت في بدايه هذا اللقاء او هذه الاتصال انه الوضع في أي لحظة معرض للانهيار مرة أخرى أو للدخول في حالة حرب جديدة مرة أخرى، لأنه في النظام والروس عادة لا يلتزمون بمسألة الضامن ولا يلتزمون بالاتفاق وإنما فقط تمضي بعض الأيام أو بعض الوقت ثم يعاودون الهجمات ويعاودون الضربات،
ويدعونا مرة أخرى إلى مفاوضات، لكن كل مرة تكون المفاوضات ذات سقف أقل من السقف الذي قبله. من إسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار، شكرا جزيلا لكم.